مساء الخير. راح نحكي بهالفيديو كيف هي طريقة الكونفيجريشن الفي بي ان زائد كيف انا بعمل ريجستريشن على جهاز الاي تي اي اللي هو جولفسيب 150. طبعا مثل ما نحن شايفين هذا الجهاز قدامنا اللي هو جولفسيب جي 1 اس انالوج تليفون ادابتر 150، له ثلاث فتحات اللي فتحة الباور راح نوصلها بالباور، وفتحة الفون اللي راح نوصلها بجهاز التليفون، وكيبل الراوتر اللي رايح على راوتر الدي اس ال او راوتر الجي اس ام اللي عندي. نحن شايفين هون في عندي 3 لامبس اللي هي الباور والفون واللينك، لازم يكونوا عم يشتغلوا بهاي الطريقة. فنحن مثل ما نحن نشوف هلا انه انا كيف طريقة الكونفيجريشن اللي راح اعملها. طبعا انا بعد ما وصل الجهاز ووصل عليه كهرباء راح افتح سماعة التليفون واسمع تون. هلا اذا انا رفعت سماعة التليفون وسمعت مشغول، فطبعا ممكن يكون عندي مشكلة بالانترنت عندي او الراوتر في مشكلة، فبتأكد من كيبل الانترنت او الراوتر اللي عندي. هلا انا راح اشوف الطريقة كيف انا ممكن طلع الاي بي ادرس مشان انا ادخل عليها كونفيجريشن عن طريقة اللابتوب اللي موصل عندي على نفس النتورك، واعمل كونفيجريشن للفي بي ان واليوزر نيم والباسورد تبعها. نحن شايفين هاي التون، راح دخل انا هاش 126 هاش، راح نسمع اي بي اللي هو 192.168.1.11 بهاي الحالة عندي انا الاي بي. انتو طبعا راح يختلف من كل جهاز لجهاز حسب الاي بي اللي انا ماخذه من الراوتر. راح نشوف هلا الطريقه كيف انا بعمل كونفيجريشن للفي بي ان واليوزر نيم والباسورد تبع ريجستريشن على جولفسيب. اوكي، هلا بعد ما شفنا نحن كيف الطريقه اللي انا في طلع فيها الاي بي ادرس من اللي اخذه جهاز عندي على النتورك، راح شوف كيف طريقه عمل كونفيجريشن للفي بي ان وال اللي هو الجولفسيب نمبر تبعي على الجهاز مشان انا اقدر استخدمه بالدول اللي فيها بلوك على الفويب. بعد انا بحالتي انا كان الاي بي اللي هو 192.168.1.147، راح ادخله عندي بالبراوزر، افتحه راح يعطيني اللوجن اللي هو ادمن، اليوزر نيم والباسورد جولفسيب، راح نكتب اليوزر نيم اللي هو ادمن والباسورد او كلمة السر اللي هي جولفسيب مثل ما نحن شايفين دخلناه هون، راح اقول له اوكي. راح تفتح معي الصفحة الخاصة بالكونفيجريشن. اول خطوة اللي راح اعملها انه انا راح اروح اعمل كونفيجريشن للفي بي ان، راح نشوف كيف. راح نروح على نتورك لان سيتنج، بعدين راح اختار من اي بي تايب فوق راح اختار بي بي تي بي، راح يطلع عندي اللي هو السيرفر اي بي ادرس في بي ان دوت جوسف في بي ان دوت كوم، اليوزر نيم 100 والباسورد 100، راح اغيرهم ل 100 100، وراح اعمل ابلاي تشينج. هون طبعا الجهاز راح يعمل ريبوت ل 40 ثانية، بهالوقت بيكون الجهاز بيعمل ريبوت او بيعمل انشالايزنج مشان يشغل الفي بي ان. طبعا مثل ما حكينا الفي بي ان مهم كتير بالدول اللي معمول عليها بلوك على الفويب مثل الامارات مثل مصر حتى،
فانا بستخدم في بي ان مشان انا اقدر اشغل الخدمة الفويس اوفر اي بي عن طريق النتورك تبعي. اوكي، هلا اعمل ريبوت الجهاز مثل ما نحن شايفين، راح يرجع يدخل على الصفحة الرئيسية. راح اعمل انا روح على نتورك، اروح على مانجمنت ستاتس، بس روح على انا كيف اعرف انه الجهاز عندي دخل في بي ان واخذ اي بي. راح روح على الاتين اي بي بروتوكول، راح شوف انه هو بي بي تي بي كونكتد، الاي بي ادرس اللي اخذه 10.0.10.31. هذا طبعا مثال، عندي عندكم راح يظهر رقم تاني. الفكرة انه انا بعرف انه اخذ اي بي لما يكون في عندي هون ارقام، مش ما يكون في صفار. فهيك انا الجهاز عندي اخذ اي بي. هلا الخطوة الثانية ان انا راح اروح اعمل configuration للجلسب نمبر تبعي، راح اروح على sip setting بعدين general، وهون راح ادخل الdisplay name او الرقم الجلسب نمبر تبعي اللي هو بحالتي انا 3 9 3 7 7 8، اللاين نمبر كمان نفس الشيء اللي هو رقم الجلسب نمبر تبعي، الريجستر نيم اللي هو الجلسب نمبر تبعي، والريجستر باسورد اللي هي الباسورد تبع رقم الجلسب نمبر تبعي. هلا في اكثر من طريقه، ممكن في فيديوز على اليوتيوب موجودين على الجلسب شانل كيف انا ممكن طلع الباسورد، حتى ممكن تبعثوا لنا ايميل على cs@gulfsip.com ونحن ممكن نبعث لكم الباسورد للرقم. مثل ما احنا شايفين حطينا المعلومات، راح انزل انا لتحت واعمل ابلاي. اذا المعلومات صحيحة راح يفرجيني الجهاز انه هو already registered، اما اذا مثل ما شايفين هو registering هلا. اوكي، راح ندخل الباسورد. نعمل ابلاي مرة تانية. ما احنا شايفين ممكن انا اول مرة دخلت الباسورد غلط، ارجع نتأكد من الباسورد تبع رقم الجلسب تبعي، وهلا الجهاز بيعمل ريجسترينج. مثل ما احنا شايفين ريجستر ستيتس هلا هو ريجسترد. هيك انا بيكون عندي الديفايس عمل ريجسترد عن طريق ال VPN. هيك بيكون حكينا كيف ممكن انا اعمل كونفيجريشن للجهاز اللي هو G1S150، كونفيجريشن لل VPN والجلفسب نمبر تبعي. اذا عندكم اي استفسارات طبعا فيكن تبعتوا على cs@gulfsip.com. شكرا.